الى مشروع القانون الثاني رقم 61/12 يقضي بتغيير وتسميم القانون رقم 31/86 والمتعلق باحداث المؤسسه المستقله لمراقبه وتنسيق اعمال التصدير. لكم الكلمه السيد الوزير لتقديم مشروع القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يسعدني أن أقدم لكم مشروع القانون رقم 1261 يقضي بتغيير وتتميم القانون 86/31 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير. هذا المشروع يندرج في إطار تكييف وملائمة النصوص القانونية التي تخضع لها هذه المؤسسة مع المهام التي تزاولها فعليا، ذلك أن النصوص القانونية الحالية تقتصر فقط على المراقبة التقنية ولا تتطرق إلى مهام تنسيق وإنعاش جودة المنتوجات الخاضعة لمراقبة المؤسسة. فالمتوخى من هذه المؤسسة أن تشكل أداة فعالة لإنجاح توجهات مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس ومن خلال ما ركمته من خبرة وتجربة، حيث ينتظر أن تساعد خاصة على توطين مكانة المغرب على مستوى الأسواق الخارجية، خلق فرص جديدة لتصدير المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية، تتبع المنتوج المغربي عن قرب من خلال جمع ومعالجة وتحليل ومتابعة المعلومات والمعطيات التي من شأنها تعزيز التنافسية وتطوير الصادرات الغذائية الفلاحية البحرية، مواكبة المصدرين لتحسين التنافسية، تطوير علاقة التعاون والتنسيق بين الفاعلين الوطنيين في القطاع مع نظرائهم بالخارج. ولهذه الغاية تتمثل أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في المساهمة في إنعاش صادرات المنتجات الغذائية والفلاحية والبحرية المغربية، المساهمة في تحسين صورة وجودة هذه المنتوجات وتعزيز مكانتها في الأسواق الموجهة إليها، تسهيل تطبيق الاتفاقيات التجارية المتعلقة بتصدير هذه المنتوجات، وضع جهاز يقظة استراتيجية ميدانية حول أسواق تصدير هذه المنتوجات ومواكبة المصدرين. السيد النواب بفضلكم سيدتي. إحداث لجان قطاعية لتنسيق وتصدير المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، إحداث تمثيليات المؤسسة بالمغرب وبالخارج، إمكانيات خلق موارد جديدة للمؤسسة ناتجة عن الخدمات التي تقدمها. وإننا نتوخى من هذه المقتضيات أن تمكن هذه المؤسسة من مسايرة المستجدات التي تفرضها التطورات وطنيا ودوليا، ولعب دورها كفاعل رئيسي في القطاع من أجل مواكبة الفاعلين وضمان تنسيق وتيق للصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية والفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير. وفي الختام اسمحوا لي السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة النواب المحترمون، أن أتقدم بشكري الخاص للجنة القطاعات الإنتاجية رئيسا وأعضاء على تفهمهم وتجاوبهم مع هذا المشروع، فقد مكنت مساهمتهم واقتراحاتهم البناءة من تجويد المشروع شكلا ومضمونا. والسلام عليكم. شكرا سيد الوزير.